أقف هنا في الساحة الرئيسية لمطار عيادة الوكالة، هذه هي العيادة التابعة للأونروا في معسكر جباليا شمال قطاع غزة. نتحدث هنا عن عودة الحياة في داخل هذا المكان الذي يعج بالعائلات النازحة والتي لجأت إلى يعني هذا المكان بعد فقدان منازلها التي دمرت خلال الاجتياح الإسرائيلي الأخير لمعسكر جباليا والذي استمر إلى يعني 20 يوم على التوالي. هنا تعيش الأسر والعائلات النازحة في ظروف إنسانية صعبة، يمكن أن نتحدث عن فقدان تام لجميع مقومات الحياة ومقومات الصمود والبقاء في داخل هذا المكان، حيث ندخل إلى يعني إحدى الأسر التي تعيش في هذا المكان والتي يعني ربما تشاهدون عبر الشاشة الواقع الإنساني الصعب الذي يعيشون في داخل هذه الغرفة، وهي تم حرقها تماما من قبل جيش الاحتلال خلال اقتحامه لهذه المنطقة. كما تشاهدون هذه الغرفة يعني محاطة بعمليات الحرق من جميع الجوانب. معنا السيدة وهي صاحبة هذا المكان الذي يعني تتواجد فيه، يعطيك العافية. الله يعافيك يا أمه. السلام عليكم، أنا أم محمد حسونة من مشروع بيت لاهية، إلي 9 شهور أنا عايشة هان يمه في الأوضة هذه، بقيت أنا وبنتي وسلفي وكنتي وابني، ابني على 9 بنات، فيش علينا دخل ولا واحد دخل علينا حاجة. إحنا الآخر يوم طلعت أنا من الهان لما انحرقنا من شرع المؤنف، كل أوعينا كان انهان وأكلنا وشربنا، والله ما طلعنا، وهذاهم طلع أولاد ابني، هذا مريض أزمة وهذاك مريض كلى، وأنا عندي مية على صدري ومعي قلب وضغط وسكر، وما طلعناش ولا بهدنا، ولا طلعنا باكل ولا طلعنا بشرب، وشربنا على الصفطاوي، ومن الصفطاوي عودنا رجعنا هان، وزي ما انت شايف في حياتنا لا اكل ولا شرب ولا مصاري ولا حاجه، والحجار قسما بالله هي وقعن علينا، حياه المصحف الشريف وقعن علينا.